هنبدأ بالألعاب الجماعية وألعاب الجماعية وكرة اليد. كرة اليد اللي كل الجماهير قلقانة جدا على فريق النادي الأهلي، لكن أنا بقول لهم ما تقلقوش، فريق النادي الأهلي فريق قوي، فريق إن شاء الله بإذن الله هيحقق البطولات اللي إحنا كلنا مستنيينها منه. فريق كرة اليد عنده لعب النهاردة مباراة مع نادي الجزيرة وكسب في الجولة الستة وكسب 32-24، لكن عنده محطة مهمة جدا 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 بكرة، وهي مباراة الزمالك، لأن الأهلي في الترتيب العام اللي هنشوفه كمان شوية هو في المركز الثاني. المباراة بكرة الساعة 4 بإذن الله، كان عندنا محاولات في قناة الأهلي هنزحها لكن ما تمتش العملية بنجاح، لكن قناة الأهلي ما أثرتش في هذا الموضوع، لكن إن شاء الله بنحاول إن احنا نذيع كل ماتشات الأهلي على القناة بإذن الله. مباراة بكرة مباراة لا تقبل الاسم على اثنين بالنسبة للنادي الأهلي، ليه؟ لأن النادي الأهلي في المركز الثاني فارق بونت على نادي الزمالك، لو الأهلي كسب يروح للدوري ويبتدي يعتلي قمة الترتيب، لكن الخسارة تودي النادي الأهلي في مكان يعني تبقى فرق 3 بونت تقريبا بين الفرقتين، والفرق بيكبر لان الدور ان اصلهم 7 ماتشات بعد مباراه بكره. خلينا نشوف فريق كره اليد بالنادي الاهلي الاسبوع اللي فات عمل ايه في الحصاد اللي معانا. في دوري المحترفين الاهلي لعب مباراتين في اسكندريه. الاهلي فاز في اول مباراه مع سبورتنج 27-22، وفاز على نادي سموحه 28-24. خلينا نروح لجدول الترتيب بعد مباراة سموحة، ترتيب الجدول كرة اليد، هنشوف ترتيب النادي الأهلي فين بالظبط وإيه الوضع. الترتيب بعد الجولة الخامسة بعد مباراة سموحة، الترتيب الزمالك لعب 5 مباريات و19 نقطة، الأهلي لعب 5 فاز 4 وتعادل مباراة مع نادي الجيش ليه 134 هدف وعليه 117 هدف و18 نقطة. الثالث هليوبلس برصيد 14 نقطة، الرابع سبورتنج برصيد 13 نقطة، والخامس طلايع الجيش برصيد 12 نقطة، والسادس سموحة برصيد 11 نقطة، السابع الجزيرة برصيد 7 نقاط، والمركز الأخير الأولمبي برصيد 6 نقاط. لو بصينا على الجدول هنلاقي إن الأهلي جايب 134 وعليه 117 هدف، هو أقوى دفاع. كلمة أقوى دفاع دي مهم جدا جدا عندنا بكرة، إن الأهلي يكون دفاعه قوي. حراسة المرمى متمثلة في عصام الطيار وهادي رفعت، نتمنى لهم التوفيق بكرة إن شاء الله بإذن الله. رجالتنا رجالة كرة اليد بإذن الله يسعدوا كل جماهير النادي الأهلي بإذن الله في المباراة المهمة جدا بكرة والمرتقبة مع نادي الزمالك. هنروح لفرق الشباب والناشئين في الأسبوع ده عملوا ايه وكسبوا مين، يلا بينا. دوري مرتبط مواليد 98، فاز الاهلي على الاولمبي 26-20. بطوله الجمهوريه مواليد 2004، الاهلي بيفوز 38-28 على نادي الزهور. مباراة قوية جدا برضه في بطولة الجمهورية مواليد 2004، الأهلي بيفوز 37-36 مع الظهرية. وآخر مباراة في بطولة الجمهورية مواليد 2004 الأسبوع ده كان الأهلي يتعادل مع سموحة 45-45. زي ما احنا شايفين فريق 2004 ما شاء الله كسب ماتشين وخسر وتعادل مباراة واحدة، لكن خلينا نشوف عمل إيه في كأس مصر كمان. في بطولة كأس مصر 2004 الأهلي بيفوز على نادي سبورتنج 19-17. بكده حصاد الاسبوع بالنسبه لكره اليد ما شاء الله كسبانين اغلب الماتشات ما عدا تعادل واحد لمواليد 2004. نسيب الولاد او الرجال ونطلع لسيدات كره اليد اللي هم برده معتلين قمه الترتيب ما شاء الله عليهم، خسروا مباراه واحده من نادي المعادي فقط لكن هم لسه في صداره الترتيب. الاسبوع ده نادي الاهلي نشوفه عمل ايه في مباريات الاسبوع ده مع الجزيره وهوليليدو. الأهلي مع الجزيرة يفوز 33-24 ومع هوليليدو بيفوز 33-13. نطلع لتقرير مع كابتن ياسر صلاح وريم ربيع وليلى هيثم، نشوف قالوا إيه بعد مباراة الجزيرة وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله طبعا الف مبروك للنادي الاهلي،
ماتش النهارده زي ما احنا قلنا ان ده تالت ماتش في الاسبوع، لعبنا السبت اللي فات والتلات، وفرقه الجزيره فرقه محترمه وعامله ماتشات كويسه جدا الفتره اللي فاتت. كان عندها كاس مصر الاسبوع اللي فات مع سبورتنج اللي هو المنافس بتاعنا، طلعوا طبعا فرقه الجزيره طلعت فرقه سبورتنج بره كاس مصر، وده كانت مفاجاه كبيره، وكان كسبان تقريبا فرق 3 جوان. الماتش ده كنا عاملين حسابه، الحمد لله ربنا كرمنا بيه. نزلنا من اول مباراه اللي كان مطلوب من اللعيبه، الحمد لله اتنفذ. نحن عندنا ماتش بعد بكره على طول السبت، ثم تاني الثلاث، ثم الخميس، وعندنا كاس مصر دور الثمانيه مع 6 اكتوبر الثلاث اللي جاي ان شاء الله. لا انا شايف ان الحمد لله بنعدي السنه دي بصعوبات شويه، مش صعوبات اداريه، صعوبات ان انا عندي 4 اجيال. يمكن النهارده لو بصيت في الملعب انا بلاعب 3 من مواليد 2000، اول سنه يلعبوا السنه دي، كانوا موجودين ومقدين بنسبه كويسه في المباراه. احنا كنا عاملين حساب المباراه، كنا عايزين نركب المباراه من الاول، وده تنفذ. التكتيك اللي احنا واخدينه تنفذ الحمد لله، وده يمكن ساعدنا كتير. خوفي كله من الاصابات، عشان كده ما كنتش بستنى كتير على اللعيبه، كان في تغييرات دايما، لان انا طبعا تعرف ان الدوري طويل وبلعب 3 ماتشات في الاسبوع، منهم بيخش لي ماتش رابع زي كاس مصر، فكنت لازم ادرج المباريات ديت على الفرقه. والحمد لله انا شايف ان احنا ماشيين بخطوه كويسه، وان الاربع اجيال ان هم يندمجوا مع بعض ده في حد ذاته بيبقى صعب شويه، بس الحمد لله احنا لغايه دلوقتي مركز اول في الدوري ومركز اول في منطقه القاهره، مستصدرين منطقه القاهره والدوري، وكاس مصر احنا عندنا في دور الثمانيه مع فرقه 6 اكتوبر ان شاء الله باذن الله. بنحترم طبعا اي فرقه، نعديه باذن الله ونخش على دور الاربعه باذن الله، وبعد كده في كاس السوبر طبعا ده لسه في شهر 5. الحمد لله احنا ما عندناش اي اصابات، بل بالعكس احنا من اول الدوري كان حصل شويه اصابات، رجعت الحمد لله، والفرقه كلها الحمد لله سليمه وربنا يبعدنا عن الاصابات. اول حاجه الماتش ده كان مهم قوي في الدوري، لو لا قدر الله كنا خسرنا كنا هنخش في حسابات تاني مع سبورتنج، بس الحمد لله تفوقنا في ماتش، بس في الاول كان مأزم شويه. فريق الجزيره فريق محترم، فريق قوي، بنعمله كل حساباته. يمكن بس في الاول الماتش كان ماشي جون بجون، عشان بس احنا كنا يعني نازلين بتقولنا جامد قوي، عاملين الماتش حساب قوي، فممكن يكون دوت هو شويه عقد الدنيا، بس الحمد لله في الاخر يعني الموضوع فتح واحده واحده خلاص، فرقنا بسكور يعني. انا كنت متوقعه النتيجه دي عشان بقالنا كتير قوي بنتمرن وبنطلع من التمرين راضي عن نفسنا يعني، بس لا كنت متوقعين النهارده النتيجه دي واكتر كمان. بدأنا النهارده كان كويس وكان في حماس زياده في الفرقه وبنشد بعض والحمد لله تمام. احنا كنا بنتمرن وما كانش في غياب خالص، وكان في التزام بتعليمات الكابتن، وفي الماتشات بنمشي ورا تعليماته والحمد لله تمام يعني، قدرنا نعدي الماتش. بعد ما شفنا فريق كرة اليد بسيدات وبعد مباراة الجزيرة والأمل إن شاء الله بإذن الله في الدوري المهم اللي هو الدوري اللي اعتدنا عليه مع فريق كرة اليد سيدات، هنروح للشابات والناشئات في النادي الأهلي، بس هنشوف مباراة اتلعبت في منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات، هنشوف عملوا إيه مع نادي الزهور. مع نادي الزهور الأهلي بيفوز 32-15. نروح لبطولة الجمهورية للناشئات 2005 و2006 نشوفهم عملوا ايه حصاد الاسبوع ده. في كرة اليد في مواليد 2000 الاهلي بيفوز 25-18 على سموحة، وفي 2005 ايضا الاهلي بيفوز 27-18 على نادي سبورتنج، وفي مواليد 2006 الاهلي بيفوز 27-7 على نادي الطيران، وفي 2006 ايضا بطولة الجمهورية الاهلي بيفوز 38-21 على نادي النصر. بكده دي بطولة الجمهورية وحصاد بطولة الجمهورية وفوز الى 2004 2005 2006 في بطولات الجمهورية ما شاء الله. هنروح لمواليد كاس مصر مواليد الناشئات 2006 نشوفهم عملوا ايه في المباراة. الاهلي مع البنك الاهلي بيفوز الاهلي 21-6
دي بطولة كاس مصر مواليد 2006. بكده حصاد كرة اليد معانا الأسبوع ده انتهى.